نطرح عليك سؤال فقط مهم، وعلاش يعني نتايا تقول للناس يلتحقوا بيا وعلاش نتايا تشوف الناس الاخرين؟ باسكو انا وحدي ما نقدرش نجيب 300 سيناتور هكذا، دونك حنا رانا احرار، والاحرار هذو اللي راهم يحوسوا على التغيير اذا ارادوا التغيير حقا يجيو يديروا نفرجوا واحد رئيس اللي يستاهل افيك لي كومبيتونس اللي عنده، نحطوه رئيس ونفوطيو عليه وراح يخرج في الانتخابات. مي هكذا يا راهم سي اون دي ماريونات، اون سيكون دي ماريونات راهم يلعبوا بينا. تعطيني 200 ألف استماره وقتاش راح نوزعهم على ليسون ناسيونال في 25 ولايه و 1500 سيناتور؟ سي امبوسيبل. هل يعني انتم تطالبوا باش ينقصوا لكم الحجم تاع الاستماره؟ ما عرفتش نطالب، هذه سي اطار قانون والاخرى مش هذا مش داخلين فيها انا، فهمتني؟ دونك راني نطلب من هذو الاحرار اللي رايحين يترشحوا اللي راهم يحوسوا على التغيير الالتحاق بيا. واحد وراح نجيبوا له اونصومبل يد يد نجيبوا 60 سيناتور، مي وحدي ما نقدرش نجيبهم انايا، وهما ثاني ماش راح يجيبوهم، راح يجريو غوشا دروات وما راح يجيبوا لي سيناتور، مي اونصومبل نقدروا نجيبوا لي سيناتور ونديروا التغيير اذا ارادوا التغيير، سينو راح نقعدوا كيما رانا.